أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. مع حصة أخرى من شرح نصرة الكتاب أي الحذفية، ومع حرف آخر وهو حرف الذال. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه آمين: والذال ذلك مطلقان متحدات، جذذا ناذن بالقصر الدريات. ولفظ ذاكر مطلقان فدانيك، ثم اللذان وهذان ياتي. انتهى من حرف الدال رحمه الله تعالى. يقول: والذال ذلك مطلقا، يعني كلمة ذلك حيثما وجدت في القرآن الكريم ترسم بحذف الذال، يعني بالألف المحذوفة مطلقا يعني. ثم كلمة متخذات، ولا متخذات أخذان، ولا متخذات أخذان، دان هي أخت أخدان وهي بالتبتي، أما متخذات الذال فهو بالحذف. والذال ذلك مطلقان متخذات، قال جذاذا، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. جذاذا الذالين في الكلمة كي تكتبوا بالذال المعجمة بالذال، وجذاذا هذه ذالها الأول يرسم بالحذف جذاذا. ثم قال: أذان بالقصر، يعني كلمة أذان إذا جاءت في القرآن مقصورة يعني ليس لها مد فتكتب بالحذف، وإذا كانت بالمد فتكتب بالتبت. بمعنى آخر، إذا جاءت ككلمة أذان بمعنى الإعلام فهي بالحذف، أما إذا جاءت ككلمة الآذان بمعنى حاسة السمع فترسم بالتابت، كقوله سبحانه وتعالى: فلا يبتكن آذان الأنعام. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: أم لهم آذان يسمعون بها. وكذلك في سورة نوح: جعلوا أصابعهم في آذانهم. فإذا كانت الآذان بمعنى حاسة السمع تكتب بالتبت، وإذا كانت بمعنى الإعلام اللي هو الأذان فهذه تكتب بالحذف. الأذان بمعنى الإعلام بالحذف، والأذان الآذان بمعنى حاسة السمع تكتب بالتبت. والمؤلف رحمه الله عبر عنها بقوله بالقاصر، بأن تكون مقصورة غير ممدودة. إذا كانت بالقصر وهي أذان، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الكبير، هذه ترسم بالحذف لأن معناها الإعلام. وإذا كانت بمعنى الأذان اللي هي حاسة السمع ترسم بالتبت. ثم قال رحمه الله: جذاذا أذان بالقصر الذاريات. كلمة الذاريات والذاريات ذروا، هذه الذاريات ترسم ذالها بالحذف. ثم قال: ولفظ ذاكر مطلقا، يعني سواء كانت الذاكرين أو الذاكرات. بالمناسبة جمع المذكر السالم مضطرد فيه الحذف، جمع المؤنث السالم أيضا، هذا هو المعنى. وسبق وتقدم معنا في الحصص الماضية وأشرنا إلى قد يجمع المذكر السالم والمؤنث السالم أنه يكتب بالحذف، كقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فكلمة الذاكرين جامع والذاكرات جامع، تكتب بالحذف. يقول: ولفظ ذاكر مطلقا، سواء كان جمعا لمؤنث سالمين أو لمذكر سالم. قال: فذانك، فذانك برهانان من ربك، ذانك هذه أيضا ترسم بالحذف. ثم قال رحمه الله: ثم اللذان، اللذان هذه التثنية ذالها تكتب بالحذف، وهذان اللي هو اسم الإشارة أيضا اسماء الإشارة يطارد فيها الحذف. قال: وهذان ياتيك. هنا انتهى من حرف الدال رحمه الله تعالى. ولنقرأ بعض الحروف التي سبقت
حتى نساعد من يريد حفظها على حفظها. ولنبدأ إن شاء الله تعالى من حرف الحاء إلى هنا إن شاء الله تعالى. فيقول رحمه الله: والحاء لفظ حام الحاشا سائحات مسافحات الصالحات السابحات بتاء حاطت وإسحاق حشيرين وآتوا حجني سبحان حاسبين والحامدون حججتم الحاكمين واسم محارب وجمع حاجزين أصحاب حافظ بلفظ مطلق سوى المضارع وما في الطريق والخاء خاضعين والخاء خاضعين لفظ خادع وحيث خامدون كل خاشع بخارجين جمعها وخاطئ بخارجين جمعها وخاسئ والخاسرون مثلها كالخاطئين وون ويا سوى أولى صديق ويتخافتون لفظ خالق وخالد مثله إلا خالدين في الحشر ما تخاطبني اسم الخالفين يا باسا لا تخافوا بالتخالات والخامسة خازنين شامخات فعل يدافع جدال نبي نون فالدارأتهم تداركاه يسجدان داخل وداخر سوى غافر وبالي ادارك الولدان يده جالي عداوات شهادات يداك أتعيدان يا جاهداك والوالدان يريدان الوالدات معدودات وتذودان عبيدات والذال ذلك مطلقا متخذات جدادا نادان بالقصر الداريات ولفظ ذاك مطلقا فذانك ثم اللذان وهذان ياتيك والراء جمع راكعين راشد والرازقين رحيمين راويد كل حرام الانبياء وسحيرا عمران أميرة فراشا خران لفظ أرايت وسراج فرقان مرغما صرت ما تنتصران. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والله أعلى وأعلم.